هل يجوز للرجل أن يوصل زوجة أخيه لأهلها داخل الرياض أو داخل المملكة علما أن زوجته وعياله الصغار معه في السيارة وزوجة أخيه أخت لزوجته؟ هذه قاعدة اسأل الناس كثيرا من طريق الهاتف وفي كل مكان. لا لا ما يصلح، لا تروح معه، لا مع أخي زوجها ولا مع زوجها ولا مع السوء، لا بد يكون معهم ثالث أو رابع بعدا عن الفتنة، ولأن هذا فيه نوع من أنه عمل الخلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل الله إلا كان الشيطان ثالث، لا يخلون رجل الله إلا ومعه أهل ومعه. فإذا كانت وحدها خطر أن يكون بينهما بينها وبينه شيء موعد كلام، الشيطان ينزق بينهم، فينبغي يكون معهم ثالث، أمها أو أختها أو أخوه أو فلان أو فلان مما لا ريبة فيه، طريقة ليس فيها ريبة حتى يكون أبعد عن الشيطان، ولو أنها في البلد، ولو أنها المدرسة، ولو أنها زيارة بعض الأقارب. ولو زوجته معه يعني زوجته معه.